متابعينا مرحبا بكم. حلقة ديال اليوم كتعلق بالنظافة والدواب اللي أصبحت تعيش مع المواطنين أمام المنازل ديالهم. اليوم حنا كنتواجدوا بحي سدري بحي مولاي رشيد أو بعمالة مولاي رشيد. معنا واحد من الساكنة اللي مشكور أنه بغى يهضر وبغى يوصل الرسالة ديالو كواحد من الساكنة وكذلك كجزء من حي مولاي رشيد. بغى يوريكم أشنو اللي كيعانيو مع الزبل كما قلت لكم مخلفات البناء اللي هي الكرافة الدواب اللي اصبحت هنا وهناك وامام المنازل وبزاف الامور. مرحبا بك خويا. شكرا. السلام عليكم خويا. هاد المنطقه هادي ما كاينش شي حد اللي كاينو فيها ولا كيتسال ولا مسؤول شي مسؤول كما كان كبير او صغير يجي يعاني يعاني هادشي اللي كان عانيو هنا في هاد المزبله اللي ولات هنا. لا ولا مطرح كل ولا مطرح الازبال ولا التضررات ولا البيئه لا ما كتسواش. يعني ما قالش الحضاره يعني بعدنا من الحضاره بواحد يعني رجعنا مشاريين بواحد سنين رجعنا. لهذا المسؤولين ديال هذه المنطقه هذه يتحركوا ويديروا المطلوب منهم ولا يديروا غير النص المطلوب منهم الا ما قدروش يديروا المطلوب. وحنا كنتاجهوا للمسؤولين اللي هما مسؤولين بهذه المنطقه هنا ديال حي سدري وشرفونا. نعم سيدي. نسولك المنتخبين انت راك صوتتي في الانتخابات كانوا كيبانوا ودابا انسحبوا كانهم ما كاينينش. يعني بحال طلعوا للمريخ ولا بحال هبطوا الارض. بشحال انت المنازل دابا هنا بشحال كتسوى دابا تقريبا؟ لا بخس نازل الثمن ديالها يعني بسبب هذا الزبل هذا بسبب هذه المزبله. واخا كيبانوا لنا عمارات اللي لا هذيك الواجهه كيغطيو الواجهه وكيخليو الناس هنا في الهماشيه. يعني هاد الناس كانهم ماشي بشر ولكن المسؤولين خصهم يقدموا المسؤوليه ديالهم وخصهم يتعاونوا مع الشعب ومادام ترشحوا عليهم وداروهم في القمه يكونوا في المستوى. كيفاش قضيه الدواب هذوك نشوفوا الحمير هنا كاينين بزاف هاد الناس حيت ملي كتكون الهماشيه كنعيشوا في هذه الوضعيه. اي واحد كيدير ما بغى لان تلاقينا كاينه الهماشيه. حنا بحال ساكنين بعاد من الحضاره محسوب في قلب الحضاره وحنا محسوب عن الحضاره ولكن بعيده من الحضاره. واخا شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك متابعينا. كما شفتوا معنا تصريحات ديال واحد من الساكنه ديالك للمجلس الجماعي خصو يفعل الشرطه الاداريه ويكون عمل مشترك من اجل فرض او زجر كل من تصورت له نفسه انه يرمي ديك المخلفات بلا ما ينقلها. خصو ينقلها انفو يسالي يوميا ينقلها المكان اللي هو خاص به. وراه كاين مجلس جماعي كيخصص مكان لهذا الامر هذا. النفايات كذلك الشركه المكلفه بالنظافه راه واجب عليك راه دير التحملات اللي كتمضيه مع المجلس الجماعي اللي هو التقليد ديالو اللي هو كما سبق ذكرت منتخب يعني كمواطن كينتخبوا باش يحافظ ليه على النظافه ديالو باش يوفر ليه الاولويات ديالو اللي هي الاماكن العموميه والادارات من بينها الحدائق بزاف الامور. درتي اتفاقيه مضيتي عليها خديتي اموال طائله الان شنو؟ ما غاديش تخدم ما غاديش تجمع هاد النفايات. ضروري خصها تجي وتجمع واخا غير تنقي غير تحوت تهز ديك الازبال وتخلي ديك تاعت مخلفات البناء لانه ما عرفناش واش كاينه عندهم ولا ما كايناش في ديك التحملات. عندكم خصها حتى هي تجمع ما تخليوش مكان كله ولا مطرح. راه عيب وعار راه عيب وعار. راه دابا شحال من واحد غادي ندقوا عليه غادي يقول لك عندي الحساسيه عندي الضيقه عندي امراض اللي هي معديه جلديه امراض القلب امراض الرئه بزاف الامور غادي يلقاو عند الناس والسبب ديالو هما السلطات المحليه والسلطات المنتخبه اللي خاصها تحمي المواطن وتفعيل توصيات صاحب الجلاله هو القرب من المواطن هو السلطه مفهوم السلطه الجديد هو تسمع الهموم ديالهم هو تراقب كل كبيره وصغيره في القطاع ديالك ماشي تخلي كل شيء في مهب الريح. وغادي نزيدوا مازال غنزيدوا معكم وغادي نشوفوا الحاويات الازبال اللي مشكل خطير وما انتبهوش ليه بعض الناس ولكن المسؤولين منتبهين ليه وعارفين هذا الامر هذا. اجي شوفوا معايا كما شفتوا معنا هذه الصور المؤلمه. مولاي رشيد اصبحت عماله مولاي رشيد مطرح للنفايات مطرح لمخلفات البناء ماشي غير مقاطعه واحده جميع المقاطعات.
دابا كنشوفوا صحه المواطن كيفاش غتكون. بالاحرى بالاحرى صحه الابناء ديالنا من غيكبروا كيفاش غتكون صحتهم، غيوليو اعلى الدوله، غادي تزاد عاوتاني مطلب ديال الصحه. هادو الى عاشوا شفتوا على كيولينا. دابا السؤال مطروح، واش الدوله بغات تخلي مولاي رشيد هي مطرح ديال النفايات ديال الدار البيضاء؟ واش عمدة مدينة الدار البيضاء اللي هي زعما راه طبيبة وكانت مسؤولة ديال الصحة قابلة على هذا الشيء؟ هاد المخلفات راه هي السبب ديال مرض السل اللي أصبح منتشر بزاف في مولاي رشيد، وهو مولاي رشيد أصبحت هي الأولى في المرتبة الأولى، تبارك الله كنا بغيناها تكون هي الأولى في العلم، هي الأولى في الرياضة، أصبحت هي الأولى في انتشار مرض السل. بالسيف ما يكون عندنا مرض السل، كيمشيو معنا الزبل هنا وهنا، وبالدارجة غنقولها الزبل هنا وهنا، والشركة تاخد الفلوس وتمشي بحالها. الله ونعم الوكيل، شكون غينقذ هاد الناس هادو؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.